السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، كنتمنى تكونوا مزيانين إن شاء الله. اليوم غادي نشوفوا واحد البارك مع الإخوان اللي كتواجد في هاد العمارة هذه، اللي كتواجد حدا أسواق السالم. كما كتشوفوا معايا غادي نحاول نصور لكم المحيط ديالها، وهذا هو الشارع اللي كيجي من طريق الرباط كيمشي اتجاه ديال رومبوان ديال أسواق السالم. كما كتشوفوا معايا هذا لي زوميت، هذا هو أسواق السالم اللي هو معروف اللي كلشي كيعرفو. الاخوان غادي نحاول نعطيكم جميع المعلومات وجميع التفاصيل وحتى الثمن ان شاء الله. ثم عليكم الا باشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش اي فيديو ان شاء الله غادي يوصل لكم. بالنسبه لهاد الباطمه ديال الاخوان، باطمه مصلوحه مزيان وكتباع بالفرش بكلشي وفيها الثمن مزيان. عليكم الا بالمشاهده الفيديو، من بعد غادي نقول لكم الثمن الاخوان. بقاو معنا غادي نصور المحيط ديالها، غادي نصور العمارة كاملة، غادي نصور الداخل ديال الباب داخل العمارة باش تكون الأمور إن شاء الله كلشي واضح. كما كتشوفوا بالنسبة للعمارة راه هي هادي، بالنسبة للشقة كتواجد الطبقة الرابعة، وكما كتشوفوا راه قريبة من الطريق، قريبة بزاف من الطريق اللي كيمشي اتجاه ديال طريق الرباط، أولا كتمشي اتجاه ديال أشقار، أولا اتجاه ديال المسنانة. نتوما عارفين الطرق تما كيتفرقوا، كاينين جميع الاتجاهات. بالنسبة للشقة راه هي هادي الطبقة الرابعة، هادي سميتهم العمارات ديال الزموري، اللي هما عمارات صراحة مزيونين وهم 90 وصراحة مزيونين. كما كتشوفوا هنايا حدا الباب راه كلشي كاين، كاين البيتزيريا، كاين البقال، كاين المقهى، كاين كلشي حدا الباب اللي بغيتي كاين حدا الباب. وبالنسبة للعمارة بالصندوق ديالها بالكاميرا المراقبة كاين كلشي الإخوان. الدار مصلوحه كامله، غادي تدخل تسكن ديريكت، ما غادي تخلص والو. اللي بغاها بالفراش راه كاينه، السيد كيبيع بالفراش كلشي. كما قلت لكم راه انا كنجيب لكم غير تقريبا الديار ديال الناس ديال اوروبا، راه كيجيو لهم غير من العام العام. هذه السي مولاها حتى هو عايش على برا، وانتم عارفين الفرشه عنده كيجي لها من العام العام، ودابا باغي يبيع الرزق ديالو، كل واحد حر في الرزق ديالو. انا ما غاديش ندخلوا ليه في التفاصيل علاش كتبيع. كاين بعض الناس كيسولوا شي اسئله كيقول لي علاش كيبيع، هذا السؤال هذا ما عنده حتى شي جواب، علاش كيبيع؟ انت باغي تشري تفاوض مع السيد، شوف الوريقات توكل على الله. حنا ما عندناش مشكل علاش كيبيع، حنا كنشوفوا الوراق. اما داك علاش كيبيع، هو كل واحد حر في رزقه. كاين اللي كيبيع الارض، كيبيع الدار، كيبيع بارتما، كيبيع الفيلا، دار ولا هي التجاره، هي الدنيا. كاين واحد كيدوز واحد الفطره في واحد الدار اولا في واحد الشقه، صافي خصو يبدل، يشوف شي حاجه اخرى. كما كتشوفوا هذه هي الشقه الاخوان، غادي نحاولوا نصوروها كامله. كما كتشوفوا ملي كندخلوا من باب ديال الفصيل كنشوفوا المقعد قبلتنا، وكاين كوزينه على الشمال. كما كتشوفوا كطل الباتيو، لان كاين باتيو كبير، وكاين الواجهه كطل على الشارع. بالنسبة للشقة جات مشمشة، كتضرب فيها الشمس نهار كامل، وبالنسبة شقة مزيانة مفجة، نتوما عارفين. هذا الصالون كما كتشوفوا، بالنسبة للشقة مصلوحة كاملة بالياقوتة، كاملة بال المهم مصلوحة كاملة. كما كتشوفوا كطلع على الشارع، وهي جات قريبة جميع المرافق العمومية الإخوان. كاين الناس كيقلبوا على بارتما في هاد الاحياء هادي، بزاف ديال الاخوان كانوا عيطوا لي كيقلبوا على شي بارتما في حي المستقبل او لحدا مرجان او لحدا اسواق السلام، كل واحد فين خاصو. وحنا ملي كتبان شي حاجه كنزلوها لكم باش تشوفوها الاخوان، واللي عجباتو كنقول له مرحبا بكم الاخوان. بالنسبه للدار اللي نزلت في هاد اليومين في الجراري، هذيك تبارك الله وقع عليها واحد الضغط كبير. مهم الاخوان راه تباعت هذيك بلا ما تسولوا عليها، هذيك راه تباعت، مولاها باعها، الله يجيب له التيسير. هذا الشيء اللي كان الاخوان. ودابا حنا كنجيبوا نوع العقارات اخر، ملي كتبان شي حاجه حنا كنزلوها لكم. كما كتشوفوا الاخوان بالنسبه لهاد الشقه هذه راه فيها المساحه ديالها 68 ديال المتر، كما قال السيد 68 ديال المتر، وجات في الطبقه الرابعه. كما كتشوفوا فيها الصالون والحمام كوزينه وبيت النعاس. بالنسبه كاين جوج ديال البيوت نعاس، ماشي واحد، جوج ديال البيوت نعاس، والصالون والحمام والكوزينه.
تبارك الله شقة عائلية مزيانة، شقة عائلية ماشي ديك ابارتمنت اللي كيكونوا ستيت وين وفهمتي مخنوقين، هذه لا، هذه الدروج ديالها متسع والبيوت كبارين في الجين، عندهم ساج كيطلعوا على الشارع، ومهم الدار مشمشة تبارك الله. هادشي اللي كان الاخوان، و ها انتم كتشوفوا غادي نحاول نصوروا الزنقه ديالها باش تعرفوا كيف كتواجد بالضبط. ها انتم الاخوان بالنسبه للحي، هنا الحي صراحه الكالم، كاين الباركي ديال الطوموبيلات كما كتشوفوا، بلاصه صراحه مامنه ونقيه وقريبا كلشي الاخوان، قريبا تقريبا كما قلت لكم الا بغيتي تخرج ديجا اشقر عندك 5 دقائق انت في اشقر، بغيتي تهود المدينه المهم كان عندها بزاف ديال الطرق كما كتشوفوا الاخوان. هذا بيت حتى هو ديال نقولوا حنايا ديال هذه الحمام كما كتشوفوا، والدار مصلوحه كامله ما فيها لا بروده لا والو، واخا هي في الطبقه الرابعه راه مزيانه، ولكن احسن حاجه في الطبقه الرابعه اللي هي كتستافد بواحد الحاجه، لان ما كيهود معك شي واحد دابا ساعه طالع هو في الدروج، لان حتى الاخراني ما كيبقاوش الناس طالعين وهو داير في الدروج، ماشي بحال الطبقه الثانيه والثالثه، دابا كل وحده سبحان الله كل واحد شنو كيعجبو، كاين اللي كيقول لك خصني الطبقه الثانيه والثالثه، كاين اللي كيقول خصني الطبقه الرابعه، علاش؟ باش ما يطلعوش الناس يهودوا عليه، دابا ساعه طلع هو تفتح الباب طلع هو وفتح، يكونوا فهمتوني، لان ملي كتكون ملي كيكون الناس طالعين هو دي كيبقى كيكون سطع في الدروج. هادي لا، هادي الاخرى ما كاينش يديك تطلعوا هبط بزاف. بالنسبه للثمن ديال الاخوان، الثمن ديالها 48 مليون ولكن بالفراش بكلشي، ولا كيطلب فيها 48 مليون بالفراش بكلشي، غادي تكون شي مفاهمه قليله، انتم كتعرفوا ملي كتكون ويلا بغى اللي بغى بلا فراش نشوفوا عاوتاني الثمن، نشوفوا مع السيد صافي، انا قال لي بالفراش بكلشي، يقدر الفراش نبيعوهم بوحديتهم، كاين اللي غيديهم بوحديتهم، ساعة نشوفو، وهادي هي الإخوان بارتمان محفظة، كتكتب عند النوطير، الناس اللي كيقلبو على التحفيظ، كما كتشوفو الكوزينة تبارك الله راه عندها باتيو، كوزينة مزيانة متسعة، وعندها البالكون ديالها مغلف بألمنيوم. وعندها السرج نتا هي كطلع على الباتيو، ها انتم الاخوان، هو داير ليها الشباك باش ما باش على حساب الدراري صغار باش ما يطيحش شي واحد ولا الحوايج، دار ليها الشباك. وكنشكركم الاخوان بزاف بزاف، الناس اللي تابعنا عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك، انا عندي تباج في الفيسبوك، وكنشكركم بزاف الناس اللي كتواصل معنا، وسمحوا لي الناس اللي كيتواصلوا معايا بعض ما تما كيكون عليا الضغط ما كنجاوبهمش، ولكن كنحاول نجاوب شويه بشويه. الاخوان اللي عنده شي نوع ديال العقار، شي بارتمان، شي دار، شي ارض، يحاول يتواصل معايا، الا صنع عليا وما جاوبتوش يحاول يخلي لي اوديو يشرح لي شنو عنده، يقول لي عندي ارض ولا عندي دار وشني وكي شنو هو الطلب ديالي، غادي نجاوبو. هادشي اللي كان الاخوان، ان كما كنقول لكم بعض المرات الانسان كيكون مشغول ضروري ماشي في اي ساعه غادي تجاوب، علاش حنا كنقولوا الواتساب باش كتخلي لي اوديو كيبقى مسجل. هادشي اللي كان الاخوان، وكنشكركم بزاف، بارك الله فيكم، كما قلت لكم نعاود لكم الثمن هاد الدار هادي 48 مليون، وغادي تكون شويه المفاهمه، وشكرا، فيديو اخر ان شاء الله.